خصوصا وخاصه في جلب العمله الصعبه للبلاد التونسيه. سي عمار ثم سعلي في نقطه هذه بالذات ترجيع على الاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون. فقط انا نحب زاد نسالك ربما تعطيني اجابه موضحه، علاش ارتفعت نسبه مخزون الزيت بجهه صفاقس؟ شنو هي الاسباب؟ عندها علاقه ربما باشكاليات التصدير؟ قالوا ايضا اسباب تراجع صادرات زيت الزيتون التونسي يعود الى عدم قدره المصدر التونسي على تحمل مصاريف ونفقات الترويج لاقامات المعارض والصالونات الدوليه الى غيره. المصدرين اليوم يطالبوا الدوله بضروره تقاسم الكلفه باش تساعدهم على فتح اسواق جديده، وخاصه اسواق اسيا وافريقيا والخليج وغيرها. نحب فقط نقطه هامه جدا، واللي اتباعا للتحقيق نتاعي اللي قمت به مع زملائك المصدرين، قالوا فما اشكاليه كبيره ياسر. اشكاليه هذه انه زيت الزيتون التونسي كي كان يدخل الى السوق الايطاليه كان من بعد يروج كزيت ايطالي، هذا نحكي على التصدير. المشكل قال فما عام هذوما كما نقولوا منظمات او جمعيات المحافظه او الدفاع عن المستهلك، قالوا وليو يطالبوا بانه زيت الزيتون التونسي يدخل باعلان التونسي، ما تعرفش زيت الزيتون التونسي يولي يتباع ايطالي. هذه قال لك السوق الاوروبيه طلبت مراجعه الاتفاقيات المبرمه مع الحكومه، وللاسف الشديد هذول سنه 2005 هكا ولا مشيت معاهم الحكومه التونسيه انذاك، واصبح زيت الزيتون التونسي يروج في الاسواق الاوروبيه بعلامه تونسي. صحيح احنا نعتز بالعلامه التونسيه، ولكن السؤال المطروح واصحاب طبعا الاختصاص يعرفوها انه العلامه راهي تحب لها خطه ترويجيه كبيره ياسر، العلامه تحب لها ماركتينغ كبير برشا، وكي نحكيو على ماركتينغ ونحكيو على خطه تسويقيه نحكيو على اموال ضخمه. يعني هذه مشكل كبير قائم الذات. لماذا لا يقع مشاوره اصحاب القطاع في مراجعه الاتفاقيات المبرمه مع الاسواق الخارجيه؟ ثم اقتراح وقال السيد احنا عجل الحلقه حلقات، كل حلقه تخدم حد، الفلاح وحده، المعاصري وحده، والمصدر وحده. المصدر التونسي ما عندوش مشكله، عجل ديما عنده هامش ربح جارانتي كما كان يحكي، يقول لك انا نبيع على حسب الكور انترناسيونال. لكن ما ثماش استراتيجيه باش نتحكموا في الكور انترناسيونال. احنا سامحنا، احنا هما يعرفونا علاش احنا عملنا ودينا نبيعوا فيه كما قال لك بثلاث دينارات، ثلاث دينارات كيلو في سبتمبر وصلت باع بخمس دينارات. عجل احنا لا سامحنا، احنا ما نعرفوش، وما ثماش تشجيعات من الدوله، وما ثماش برنامج واضح. كونا وقت اللي يبدا السعر طايح نخبوا زيتنا. هم يعرفونا ويدرسوا وضعياتنا ويعرفونا احنا ما ثماش تشجيع من الدوله. القروض بالنسبه للمعاصريه ياخذوها معناها بفوائد كبيره في ظروف صعيبه. يولي المعاصر، والمعاصر كي يدخل يخدم توا اليوم، المعاصر مش يبدا يخدم عنده حق. انا فلاح راه مانيش معاصري، لكن المعاصري عنده حق عشان يخدم على الظلام. وانا كفلاح ما يساعدنيش باش المعاصر يخسر. واش ولا المعاصري عنده حق يولي يعمل الزيتون على اساس باقل تكلفه اللي صعيب ياسر باش يطيح تحت السعر هذاك باش ما يخسرش ومن حقه. شكون باش ياخذ الضربه الكبيره؟ هو الفلاح. الفلاح توا قداش من الان يبيع في الزيتون ب 600 مليم، وقت اللي هو يتكلف له ب 600 مليم. معناها مع الجفاف مع الواحد، معناها في الاخر انا نقول لك راهو المعاصري ما عادش باش يلقى مش يعصر، والمصدر ماهوش باش يلقى شنو يصدر. عجل الحلقات مفقوده، وانا كيف هما نقلوا معناها سامحني، نقلوا معناها كاك التلميذ اللي نقل اور سي جي، نقلوا على اسبانيا الخوصه هي بدون استراتيجيه. اسبانيا عجل عندها هياكل وعندها تعويضيه خدمات وعندها، احنا لا، احنا امورنا المعاصريه عام 2005 كلاو ضربه موجعه من وقتها مساكن ولا شادين الكار. هذه ربما غير استراتيجيه، ثماش حتى استراتيجيه. واحسن دليل انه خسائر الديوان الوطني للزيت من خسائر او من ازمه 2005 الى حد الان 400 مليون دينار، 400 مليار مش شويه. سالي شكرا. لنا بالنسبه لي انا بصفتي رئيس اتحاد الفلاح والصيد البحري باش ندافع على الفلاح من برميليو، ومينيش باش نجي ضد المعاصري ولا ضد اي مصدر. هي حلقات، اذا كان الحلقات وحده منهم تتقطع تتفقد راهو مش نضيعوا الناس كل. الفلاح اللي هو يلزم يكون في الصداره، ولا مش يوفر لنا الماده الاوليه، يلزم نستحضر عليه، يلزمنا نشجعوه، يلزمنا نقفوا معاه.
قبل الديوان احنا علاش عم ناول وشدينا صحيح مع اخونا اللي يمثل المعاصر باش نفعلوا دور الديوان باش يعمل كما نقولوا كليكيليبر، يرجع فما ايكيليبر نتاع خزن نتاع زيت الزيتون نتاعنا، ونشجعوا على الاستهلاك. الشيء هذا اللي يتابعوا ولا وياخذوا مع الفلاح باش يتفضل اذا كان ما عندوش اثبات لهنا باش يتم معناها بالتنسيق معناها باش نفرض. انا سيد مهندس نعرف اللي نفساني ونعرف وعنده حق لانه انسان يشوف في حاجه نتاعو باش يكون على اعصابه باش يكون متقلق وهذا عادي جدا حتى في الارتفاع نتاعو، لكن مش باش ندافع على السيد رئيس مكتب الحرس، هو انه احنا شيء وقتاش نقول السيد هذا سارق ولا مجرم، لازم نشدوا متلبس ولا عامل عمله، احنا في المرحله الاولى شنو نعملوا؟ نعملوا الدوريات الوقائيه تكون الدور، وقت اللي يولي ثم تصير العمليه وقتها باش ندخلوا، اول حاجه ندخلوا بمقتضى القانون لانه السيد في حاله التلبس وقت الجهاز. اما وين الاشكال اللي حبيت نبينه وهو ديجا يقول عريضه السيد الجمهوريه انه هو سالي يعرف احنا عندنا توا سبع وضعيات وتو نخرجوا باتصال مع زملاء الحرس يعطيهم لك. راهم جاوا تسلموا المحجوز ورفضوا باش يقوموا بقضيه. في الحاله هذه انت ما عندكش شكون باش تتبع اذا كان من الظرف حد ذاته ما يتبعش. هذا ايش حبيت نبين؟ حبيت نبين لابد زاده باش ما نخافوش السيد اللي سرقوا اللي تعرفوا انت العائله والامن المصعب باش يقوم بخدمته وباش يحيلوا للنيابه وباش يوقفوا، وهذه راهي عمليه مشتركه بين الناس الكل. الرائد رشيد الكامل اليوم نحكيو على غابات الزيتون وخاصه المناطق اللي بعيده عن مناطق العمران، احنا اليوم نخافوا بالفعل انه تبقى الغابات هذه بثمارها تنتظر من يجنيها، بما انه الناس ولات تخاف باش تمشي تجني الزيتون هذيك ويجوا يسطروا عليهم ويجوا ربما يعتديوا عليهم ملعب. شوف اختو ده احنا رانا مش كاتفين ايدينا، احنا عملنا عديد اجتماعات مسبقه مع السيد الوالي مع السيد المدير الاقليم وعملنا خطه امنيه محكمه كيما كل عام كل عام كان تجني الزيتون نحضروا له خطه كامله ملصقه. بالنسبه لمساله التوزيع اللي حكيت عليها انت وحكي عليها السيد الوزير، بالنسبه لمساله التوزيع احنا عملنا بطاقه خاصه بالنسبه لتنقل نتاع الزيتون، كل وسيله تنقل الزيتون الا وما ثبتوا الهويه نتاعها والكميه ومصدر الكميه ونرجعوا وصلنا حتى نوصلوا نطلبوا بالتليفون مولا المزرعه ولا كذا وبعلاقات شخصيه ونشوفوا يا ترى صحيحه الكميه هذه تبعته ولا، وكل كميه نشكوا فيها الا ما نحزوها بعد استشاره النيابه العموميه ونثبتوا كان جا مولاه وتاكدنا من المولى نتاعها سلموها له كان عرفناها اللي هي محل سرقه وكذا نحزوها على المكان ونوقفوا السيد اللي حملها، فهمني؟ بحيث هذه ما عندنا دوريات 24 بنكات في الليل وفي النهار هذه اي سياره تحمل الزيتون الا ويتم التثبت فيها. رائد رشيد الكامل ما فماش مثال امكانيه انه عناصر من الجيش الوطني يقعد على عين المكان في الاماكن هذه باش يحرسها؟ ما خداش من المقسم انت باش تحرس، هذه دوريه مشتركه راه فيها زملائنا الحرس مع الجيش ومع الامن، انت شوف تبارك الله المساحات خداش يحملك. الاف باش تجندها الناس الكل على حساب هذا معناها احنا نسكروا بالوقت الناس الكل ناخذوا. لكن غابات الزيتون وقت اللي ما تلقاش شكون يجنيها يعني ثمار تقعد بها اولا خسرت الثروه الوطنيه نتاعنا، ثانيا حتى الشجره باش تتضرر. اخت وداد انت ما عملتها ياسر، انت ما بصراحه انت ما عملتها ياسر الموضوع ما وصلناش احنا المرحله تو احنا ما وصلناش المرحله انه الانسان ما عادش ينجم يجمع الزيتون نتاعو، احنا ما وصلناش المرحله دي. السيد الوالي ولا السيد وزير الفلاحه ولازمنا نشوفوا مشكله اللي جمعنا الزيتون وراه وما نجموش نتعايشوا نشوفوا حل، ما نجموش نتعايشوا مع حظائر بالكميات الكبيره هذه ونطلبوا من نعرفش منين العباد اللي مش يجيبوهم مش يجمعوا الزيتون، خاطر لهنا راهي مسؤوليه هم مسؤوليه معناتها مسؤوليه دوله، فهمت؟ اول حاجه المال العام اللي ماشي في الحظائر شنو القيمه الانتاجيه اللي قاعدين يعطيوها لنا جماعه الحظائر هذوما وشنو المردوديه اللي عطيوها لنا اون كونتر بارتي الزيتون قاعد في رسومه شكون باش يجمعوا لهنا معناتها وحتى في الديبال اللي صار في التلفزه وانه قاعدين يشوفوا مع وزاره التشغيل كيفاش مش يعملوا وسائل النقل مش يحولوا حضايا سي معناتها ماهوش الحديث ماهوش هذا. انا ان شاء الله اللي يكون الموسم معناتها طيب العام الجديد وانا نطلب منك باش نعملوا جلسه واحده اخرى حول المعاصم تاع الزيتون وترويج الزيتون. ست ثواني ست نصيري الكلمه لك انت بما انك متضرر. انا حسب ما عشناه قبل الثوره وبعد الثوره لم يعد ممكن الان الحديث عن حلول امنيه لمشكله المقاصم حتى تكون واضحه هذه، بل يجب اعاده النظر بشكل جذري في مقاسم الجهه الشرقيه بصفاقس وايجاد حلول لاصحاب المقاسم الفنيه لانهم اصبحوا بمثابه حالات اجتماعيه وكيفاش مش يعيشوا هذوما توا عصابتين مشاو معناها كيفاش يعيشوا حياتهم اليوميه.
وثانيا ان هذه المقاصف اصبحت عبئا ثقيلا على قلوب المهندسين ولازم يشوفوا حل معناها ليها وترجع على اقل دقيقه، لانه لازم ترجع لاملاك الدوله اقل شيء على الاقل في خدمتها، لو تخدمت لا تزبط لا تحرثت ترجع لاملاك الدوله وتشوف لنا وتشوف لنا بعض الحل. يظن كل واحد يلزم حصه خاصه بي. بارك الله فيك. اخر حلقه هي تصدير، وتعرف هذا الموضوع كبير ياسر وتحب له حلقه خاصه، والجانب الامني زاد يمسه، وان شاء الله تتعدى ظروف طيبه على احسن ما يرام، وان شاء الله كل عام والفلاحه التونسيه بخير. سي كمال قدور يقول ما يلزمناش نلوموا على الامن، وانما الامن كان في مستوى امل الثوره، ولكن اللوم كل اللوم على الوسائل الامنه. شكرا. كلمه برك نحب نقولها. كلمه برك. احنا توا كامن نحسوا بسلبياتنا وقاعدين ديما تشوف فينا مشكل مع شويه من التالي، مشكل مليون كل واحد. الناس كل عندنا سلبيات قاعدين نتفاعلوا مع الناس الكل، المجهود نتاعنا قاعد يضاف، وان شاء الله الناس كل ليد في الليد ديما نوصلوا للنتائج اللي نحبوها. 10 نصحة رأبية وللحديث بقية. اي طلع شكون بعث لي توا دبوند على الفيسبوك. معناها انت تحب تقول لي توا اللي بالتليفون اللي في يدك تنجم تكونكتي على الفيسبوك. انا فيسبوكي ديما فوق، وكل ما تجيني نوتيفيكاسيون.